الله الله الله، ده فكرة مين بقى الباب الجديد ده؟ انت مين يا حبيب؟ ممنوع. ممنوع. كتبت صوتك يا ست لامك قبل ما تيجي؟ ممنوع. ممنوع. ما تخليهاش اللي يقول ممنوع لشامل خولي واسع يا حبيبي. يا روح قول له ممنوع. خلاص يا ياسين. ياسين. خلاص. خش جوه. كده يا سمر؟ انت بتقطع الشعر كانت ما بيننا على فكرة. تعالى هشام نتكلم جوه. تعالى ورايا. كنت بتتكلم انت بره على شعره بيننا ولا حاجة كده. مش واخد بالك الظهر ان الشعره دي اتقطعت لما ايدك اتمدت عليا. يا سمورة. قلبك باسود ولا ايه؟ مفيش حاجة يعني، غلطة غلطة وبتحصل يعني. أنا قلت تبقى تصحى تبقى زي الفل. نمت صحيت أدور على سمورة، سمورة راحت فين؟ ما لقيتكيش. قلت الله، يمكن عند أبوها. رحت عند أبوها، أبوكي ما رضيش يفتح لي الباب. ينفع كده؟ ده أقل واجب. ما أنا اللي قايلة له ما يفتحلكش. هو انت فاكر انا لو سبته يفتح لك هيعمل فيك ايه؟ هيمسمرك على الحيط. بس اعمل ايه بقى في نفسي؟ بنت اصول. بنت اصول بنت اصول. وبنت الاصول تعمل في جوزها حبيبها كده؟ تأجر له بلطجيه عشان تاخدوه بره مكانه؟ ما ايه؟ مكانه يا سمر. لا معلش قولها تاني كده. ايه؟ مكانه يا حبيبتي. مكانه؟ مكانه مين يا ابو مكانه؟ مكانه ده يا حبيبي انا اللي عاملاه. بمجهودي بدماغي. مكانه ده انا اللي عاملاه عشان تبقى كابتن وبعضلات. حتى عضلاتك دي انا اللي عاملاها على فكره. بس يلا، عايزاك بس قبل ما تقول الكلمتين دول وتتقمص دور طنط تفكر. قبل ما تقول حقي ومستحقي تفكر. انت كل اللي ليك عندي يا حبيبي 100,000 جنيه عمري. ان شاء الله كده لما الزهر يلعب والدنيا تحلو هرجعهم لك على الجزم. يبقى كده يا سمر؟ الجزمه؟ اصلك ما قدامكش حل تالت. هو حل من الاتنين، يا تطلق وترجع لي الجيم واتنازل لك عن كل حقوقي، يا تعاندني بقى وساعتها اللي باله اطول فينا يكمل في المحاكم. اصل انا اللي يمد ايده عليا اقطعها له يا انت. طب اسمع مني بقى، النهايه بنت الناس. طلاق؟ انا مش هطلق. والعيال الصايع اللي انت موقفه لي بره ده انا ممكن افحصه، بس انا مش هعمل كده. ليه؟ عشان ما اعملش شوشره في المكان بتاعي. اللي هيفضل مكانه. وبدل بقى ما انا كنت جايه ابوس الايدين والرجلين واطبطب وادلع، هتيجي انت تبوسي الرجلين وهفكرك يا صوصو. لا ده انت طموحك كبير، خيالك واسع خالص. يا صلاح لا ما شاء الله، صلاح ما فيهوش غلطة. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.